صباح النور سي جليلة. اهلا وسهلا. لاباس عليك؟ الله يسلمك. على لا معك ام ليل مروره. اهلا وسهلا، مرحبا. تحيه ليك وتحيه لاختي في الاخراج وتحيه لكل الناس اللي الاذاعه الوطنيه ومبروك عواشركم. مرحبا لاله، مرحبا. ان شاء الله تدخل علينا وعلى جميع المغاربه في المكان والدول الاسلاميه بالصحه والسلامه وراحه البال ان شاء الله وطول العمر يا ربي. مرحبا لاله، اللهم امين للجميع، لكل المسلمين يكون هذا الشهر هذا فاتحه خير. قل لي لاله ام العيد باش غتشاركي معنا؟ غنعطيكم واحد السلو على لاله جليله. يلا لاله على بركه الله، تفضلي. عندنا واحد الكيلو من الكاوكاو محمر. كيلو الكاوكاو محمر ومطحون. محمر ومطحون. اييه. عندنا جوج كيلو من الدقيق محمرين. ومغربلين. نعم. ياك ما كنجيب لا لا غير تفضلي. عندنا كيلو من الشجلان مغسول ومنقي وناشف ومحمر. محمر حتى هو محمر في الفران ومطحون. ياك هو مطحون غيبقى لينا واحد شويه، غنخلو فيه واحد شويه مطحون، يعني نخلي واحد زلافه بلا طحين. زلافه واحد نص زلافه هكذاك. نص زلافه. اها نعم. عندنا المسكه الحره لاله جليله. المسكه الحره. عندنا القرفه عواد ندقوها قرفه. وعندنا على لاله جليله واحد نص كيلو من النافع. نص كيلو د النافع. ايوا ولكن منقيه ومحمره في المقلاة، غير نسخنوا المقلاة وكنقصوا لها العافيه النار مهيله، غير تسخن لينا شويه باش تعطي ديك الريحه. نعم ما خصوش يتحمر بزاف، هو باش ما يتحرقش دغيا يتحرق. غير كيسخن غير كيسخن على لاله جليله. اها. عندنا نص كيلو من 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 حبه حلاوه. نص كيلو ديال حبة حلاوة ماشي كثار بزاف؟ لا 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 هذا راه جربته غادي غادي يجربوا السيدات ويردوا عليك الخبر ان شاء الله. حيت انا ما كنديرش النافع والحبة حلاوة، ما كنديرش هذه الكمية كاملة، يعني كندير لا 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 جربته. نص كيلو نص كيلو ان شاء الله. علاش لا 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 ام العيد احنا نجربوا ان شاء الله هذه الوصفة، كنبغيو الوصفات الجديدة. تفضلي. عندنا لا لا جليلة غادي كما قلت لك تكون منقية ومحمرة حتى هي في المقلاة، ولكن المقلاة غير تسخن كنقصوا العافية غير تتحمر باش تعطينا الريحة، ما كان يعني غير باش وباش يسهل الطحين ديالها إلا كانت من النوم. نعم. تعطينا الريحة ديالها. نعم. عندنا لالة جليلة واحد الكوزة إلا بغاوها السيدات. الكوزة. أنا كنديرها ولكن كتبقى اختيارية. الكوزة يعني واحد الحكة ديال الكوزة. نعم. غير هي كنت كنديرها في هذا السلو العام الفايت، ولكن غير سمعت في برنامج ديالي انها ما مزيانه، ولكن المهم داك الشيء كيبقى للفقه هذه، غير كنقول لهم يعني هي كاينه في هذا السلو. نعم. هي لاله جليله كاين عندنا واحد نص كيلو من 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 سكر كلاصي. سكر كلاصي نص كيلو. عندنا نص كيلو من زريعه الكتان حتى هي منقيه ومحمره. زريعه الكتان. عندنا نص كيلو من الزيت ونص كيلو من الزبده. نص كيلو ديال الزبده ونص لتر الزيت. ياك ياه. وعندنا هذاك نص كيلو ديال السكر كلاصي الا ما بغيناه نديرو فيه النص وكنزيدو نكملو بالعسل، داك الشيء كيبقى اختياري للسيدات. نمشيو للطريقه لاله جليله. نعم ولا الله يجازيك بخير. قلتي لنا نص كيلو كاوكاو محمر ومطحون، جوج كيلو ديال الطحين محمرين حتى هما ومغربلين، كيلو ديال الزنجلان محمر ومطحون كنحيدو منه واحد نص زلافه كنخليوه بلا طحين، عندنا واحد شويه المسكه الحره، القرفه مدقوقه، نص كيلو ديال النافع منقي ومحمر واحد شويه في مقله غير سخونه، تسخن المقله ونقصوا عليها وكنطحنوه، نفس الشيء بالنسبه لحبه حلاوه حتى هي نص كيلو، واحد الحكه الكوزه، نص كيلو ديال السكر كلاصي، ممكن اننا نقصوا شويه من السكر ونعوضوه بالعسل. والعسل من الاحسن الا كان العسل بلدي. نعم. نص كيلو ديال زريعه الكتان محمره ومطحونه ومغربله، هي كتغربل باش ما يبقاش داك القشره القاسحه ديالها، نص كيلو ديال الزبده ونص لتر ديال الزيت. هذا السلو اللي وعدتك بها لاله جليله، قلت لك ما عندناش فيه اللوز، لان الناس اللي هذا يكونوا شي شويه اقتصادي. نعم. اها تفضلي الطريقه. نمشيو للطريقه لاله جليله. كناخذوا الدقيق محمر ومغربل كما قلت لكم. نعم. ناخذهم فواحد نحطهم فواحد القصريه
غادي نزيدوا عليه ياك سمعينا لا لا انا كنسمعك يعني كنشوفوا شي حاجه كبيره باش غنخلطوا شي حاجه اللي تكون واسعه قصريه كبيره هي قصريه كبيره وكنزيدوا فيه داك الكيلو ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون حتى هو نعم ونزيدوا عليه شلجلان محمر ومطحون حتى هو كيما قلت لكم مغسول ومنقي ومحمر بطبيعه الحال نعم وكنخلوا ديك الزلافه محمره يعني العناصر كلها اللي حمرنا الزنجلان عندنا النافع حبه حلاوه وزريعه الكتان نخلطوهم مع الطحين هذاك النافع راه مطحون حبه حلاوه مطحونه عندنا زريعه الكتان راه مطحونه كل شيء العناصر غادي نخلطوهم والسكر حتى هو كنخلطوه نص فيه ولكن كنخلطوهم ما زلناش فيه نعم وحنا ملي كنبغيو كنهزو ديك الزبده وداك الزيت كنرطوهم فوق العافيه على نار مهيله لا جاليه وكنخلوه حتى كيبقاو دوك الكشكوشه كتطلع لينا حتى ما تبقاش يعني كيبقى عندنا غير الزيت والزبده يعني ناشفه من ديك هذه اللي كتخلي لنا شي شويه الغموليه في السلو نعم يعني بحال اللي كنشفوها تنشف من الماء أيها لا جاليه كتبان لينا ديك الزبده راه نشف منها ذاك الماء وذاك الزيت ما بقاش كنسمعوا ذاك الزيت ما بقاش كيتكلم نعم كنحطوه كنحطوه يبرد شويه وكنبداو نخلطوا وحنا كنخلطوا وحنا كنعجنوا حنا كنخلطوا حنا كنعجنوا مزيان وكنزيدوا ذاك الزنجلان اللي بقى لينا الو انا معك تفضلي لالا وكنزيدوا على اللاجليله كما قلت لك داك النص السكر او الليل ما بغاوش السيدات بغاو المهم يديروا العسل يديروا العسل ما يديروش كاع السكر هو راه المهم اختياري ديك العسل والسكر يعني الا كانت متوفر العسل الحر المزيان البلدي غنضيفوه منها نيت حتى نقصوا حتى من النسبه اللي دام الا درنا العسل تيعجن شويه هذاك وتيفزقوا هي اللاجليله وعندنا اننا بعدا عندنا منافع عندنا هاد القوام كلهم تبارك الله فيهم منافع كثيره وكنزيدوا داك العسل يعني كيعطينا قوام اللي يعني منافع كثيره فيها كنزيد على اللاجليله كنعجنو حنا كنحركو كنعجنو وديك ساعات الاختيار من السيدات اما كيديروه في زليفات اما الا بغاو يزيدو شي شويه العسل ويكوروه ويزوقوه بلوزه داكشي كيبقى في القويغطات كيبقى اختياري نعم ولا تبارك الله حنا في رمضان راه كيدار في السطوله وكيتغطى وكننغنيو انا ما نكذبش عليك انا تقليديه انا عندي باقي كندير سلو في المهراز والرحى وباقي عندي كندير املو مازال غنعطيك املو ونعطيك حوايج لي يعني تقليديه انا تقليديه ان شاء الله تبارك الله عليك وهذاك الشيء هو المبتغى اننا نرجعوا للوصفات ديالنا التقليديه الا بغيتي لاله جميله نعطيك واحد الحليوه ديال الاطفال اللي ما كياكلوش عندنا الاطفال ما كيبغوش ياكلوا الخضره سريعه يلا الا كانت سريعه علاقاش باقيين السيدات كينتظروا الله يجازيك بخير يا مرحبا لاله جميله عندنا جوج كيسان من الخيزو محكوكي جوج كيسان ديال خيزو محكوك اي او لا الا المهم القرعه الخضراء انا هادو جربتهم القرعه الخضراء او لا الخيزو هادو مجربي والخضر الاخرى مازال باقي ما جربتها نجربها ونرد عليكم الخضره ان شاء الله جوج كيسان من الكوك تفضلي عندنا كاس ونص ديال سنيده كاس ونص عندنا معلقه من الياغورت غير معلقه اي معلقه من الياغورت لاله جليله معلقه كبيره تفضلي عندنا واحد الفاني اختياري الا بغاوها السيدات وفاني كناخذ داك جوج كيسان ديال الخزو كنهزوهم كنديرهم في واحد الكاسرونه كنزيدوا عليهم السكر وحنا كنحركو طول العافيه مهيله حتى يتحركوا لينا مزيان وينشف شويه من الماء كنهزوه كنزيدوا عليه دو كنحطوهم فوق العافيه كيبرد لينا شويه كنزيدوا عليه دوك جوج الكيسان من الكوك كنحركوهم مزيان وديك المعلقه ديال الياغورت او وديك يعني في الاول ملي كنديرهم فوق العافيه كنديروا خيزو معاياش خيزو مع سنيده مع سنيده غير خيزو سنيده والخيزو او لا القرعه وسنيده المهم كنحركوهم فوق العافيه حتى ينشفوا لينا من الماء وينشفوا شويه واحد خمسة دقائق هكاك كنهزوهم كنخلوهم يبردوا شويه كنزيدوا عليهم جوج الكيسان ديال الكوك كنزيدوا معلقه ديال الياغورت او وديك الفانيلا بغينا كنحركوهم مزيان كنكوروهم كندوزوهم في الكوك وكنحطوهم في القويغطات وكندخلوهم يبردوا شويه في الثلاجه وكنقدموها لاله جليله راه والله اختي لاله جليله ما بتعرفيش واش الخضره زوينه هذه فكره جميله جدا تبارك الله عليك السيده تيجربها ويردوا عليك الخبر لاله جليله الله يعطيك الصحه شكرا جزيلا ام العيد